طيب هنروح لاخبارنا ونبتدي بكره اليد. حضراتكم عارفين طبعا النادي الاهلي فاز ببطوله ابطال الكؤوس لكره اليد في المغرب، والحمد لله ده اللقب الرابع لينا. الفرقه رجعت وبدات النهارده اول تدريب بقياده الكابتن طارق محروس، ودي حضرتك طبعا صور من المغرب من مدينه مكناس في ارض الملعب بعد الفوز ببطوله كاس الكؤوس. وطبعا احنا فوزنا في النهائي طبعا على وداد سمارة المحترم 29 24، والاهلي طبعا رجع ما عندوش وقت يفرح. النادي الاهلي عنده مباراه قويه جدا يوم الجمعه، السوبر الافريقي في القاهره يوم 10 سبتمبر الجاري، والبطوله دي مهمه جدا. ليه؟ اولا لقب في حد ذاته، ثانيا بتاهلك تلعب بطوله العالم اللي هتتعمل في المملكه العربيه السعوديه. وطبعا الفريق دعم بصفقات بلاعبين كويسين جدا، ولكن احنا تعودنا احنا عارفينهم، ولكن تعودنا كقناه النادي الاهلي لا نعلن الا بعد ما النادي الاهلي يعلن، وده السيستم والنظام اللي ماشي عليه النادي الاهلي واللي بنحترمه. وزي ما قلنا احنا طبعا جزء لا يتجزا من النادي الاهلي، فطبعا في صفقات جايه النادي الاهلي دعم بيها، الفرقه بتتمرن. في عندنا اصابه، عندنا محسن رمضان مصاب، عنده اصابه في الكوع للاسف، كسر مضاعف في الكوع، اصابه جامده شويه، هيغيب يمكن شهرين ثلاثه، ولكن كلنا ثقه في اللاعبين وكلنا ثقه في الجهاز الفني ان شاء الله ان احنا نستطيع بالموجود نقدر نجتاز هذه طبعا النقص في الصفوف. وخليني اقول لكم حاجه مهمه كمان، انه الفرقه يعني بكل امان احنا حاولنا طبعا نكون معاهم ونجيبهم وبتاع، ولكن الفرقه رفضت اي نوع من انواع طبعا التواجد الاعلامي وزول الاعلام، لان عندهم ميشن وده النادي الاهلي.